بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاعين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وقسموا بآياتنا كذابا وكل شيء أنسيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لعبا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات أرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نهرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنها هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة خلتك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وارتش ليلها أخرج ضحاها الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطعمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تأى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة مرساها فيما أنت ذكر من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها فإنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى فلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في زوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة قتل الإنسان ما أقبر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم ماته فأقبر ثم يسس عنشر قل لما يقل ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أن سبنا الماء سبا ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه وجوه يوم مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يوم عليها أبر ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المعبد سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالهنس الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول إن عايز سفر غير السماء وشتت بيز الديك مسويرة إذا لن تزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالهنس الجبال الكنس والليل إذا أسفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين متاع مسمى ومين وما صاحبكم من مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو لعيب بالونين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فأدلك بأي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم أنها بآيبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستعفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ولا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم أليم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ليل يوم للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين فما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون ثم إنهم لسالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النقيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم أن يشرب به المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاقهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سبب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأزرد لربها وهبت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها بتهلت أزرد لربها وهبت يا أيها الإنسان ما رأيها يا أيها الإنسان إنك قادم إلى ربك قدما فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا من كلب إلى أهله مسرورا أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل ما سكن
والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوقون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود نار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز القدير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد قال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم السماء الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل ما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمخل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فعدا والذي أخرج المرءى فجعله أسعى أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى أن يسرق لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يعشى ويتجنبها الأشكى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الآخرة خيرا وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسكى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقباب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبسوسة أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولياليهم أشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف قال ربك بآت رغم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تقوا في البلاد وكسروا فيها الفساد فسب عليهم ربكم صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي يا هانا فلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تخافون على طعامه المسكين وتقولون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا فجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حي بهذا البلد، وبالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في قبل، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، يحسب أن لن يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. فلا أقدم الأقبى، وما أدراك ما الأقبى؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتوسوا بالصبر وتوسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشرمة، عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، السماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فلما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، قد سبت سمود بتاواها، إذا انباس أشقاها، فقال لهم رسول الله نعقد الله وزكياها، فكذبوه فأقرها، فدمدم عليهم نار بذنبهم فسواها، ولا يخف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، توتق صدق بالحسنى، فسنيسر لليسرى. أما من بخل واستغنى، فكسب بالحسنى، فسنيسر لليسرى. وما يغني عنه ماله سترد، إن علينا للهدى، وإن لنا الآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا أشقى، الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزقى. ما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه أعلى، ولا سوف يرها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الليل إذا سجى، ما ودعك ربك ما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فتعالى. ألم يأتك يتيما فآوى، وجدك ضالا فدعى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تهن، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ورضينا عنك وزرك الذي أنقى الله ربك، ورفعنا لك ذكرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم ردناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذب بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم به الكلام، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استعنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنفسا بالناسية، ناسية غازبة هاتية، فليدع نادية، سندع الزبانية. فلا لا تطيع واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم، سلام هي حتى نطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب
قائما لما تطرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من نار جهنم خالدين فيها أولئك هم الشر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن يخشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أذهبها في المدية قدها إلى تسبها فصلنا به نكرة فبسطنا فيه جمعا فبسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنور أينه على ذلك لشديد وإنه لحب غير لشديد فلا يعلم إلا بوسر ما في القبور بوسر ما في الصدور إن ربهم به معماز لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من سهلة موازينه وهو عيشة راضية فأما من حفظ موازينه فأمه هاوية وأما من حفظ موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين لكم ثم لتسألن يوم عن النبي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. والأسر والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوسوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمساء الذي جمع مال وعدد يحسب أن ماله أخلده كلا ينبذن فيه تماما أدراك ما تمام نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنه عليهم موصدا في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ترى كيف بال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيد لهم في طول الليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بجارة من سجيل وجعلهم قعش في المعقول. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يهل ولا يرحم المسكين فويل للمسئولين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فسل ربك عن أنهار إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما عانى له ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرته أم له في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.